best cost of electricity في المحاضرات الماضية. حكينا LO levelized cost of electricity. أهلين الله يعافيكم. وحكينا إنه levelized cost of electricity زي أكنها هي إشي إحنا بنقدر نقارن من خلاله اللي هي أسعار والفيسابيليتي ستدي لديفرنت سيستمز، لأنه حكينا ديفلايزد كوست أوف إلكتريسيتي اللي هي قديش تكلفة التوليد الكيلو وات أور الواحد. فإذا إحنا الليفلايزد كوست أوف إلكتريسيتي إيكوال التوتال كوست للبروجكت على اللايف تايم تبعته على التوتال إنرجي التوتال total produced energy برضو على اللايف تايم تبعته. example بدنا نشوف levelized cost of electricity عندي wind farm الانيشال كابيتال كوست الانيشال كابيتال كوست 3 مليون دولار 3 مليون دولار والسيستم هو عباره عن 3 ميجا وات ويند فارم بكاباسيتي فاكتور تساوي 38% الكاباسيتي فاكتور وعندنا اللي هي 25 سنة اللايف تايم تبعت البروجكت. قديش اوبريشن اند مينتيننس 0.5% operation and maintenance from the initial capital cost. اللي هي find levelized cost of electricity. Find LCOE. ببساطة أول إشي بنقول له إحنا بدنا نوجد التوتال إلكتريسيتي التوتال كوست على التوتال بروديوسد إنرجي على اللايف تايم تبعته. شو يعني على اللايف تايم تبعته؟ يعني على مدار ال 25 سنة تبعته. على مدار ال 25 سنة بنوجد التوتال كوست والتوتال بروديوسد إنرجي. طبعا هون على اللايف تايم تبعته. شو دفعت أنا؟ أول إشي نحسب التوتال كوست. التوتال كوست هي عبارة عن الانيشال كابيتال كوست طبعاً حسب المعطيات اللي عندي، ما عندي غير operation و maintenance اللي هي السنوية، طبعاً هون هاي 0.5% annually. هاي annually، يعني كل سنة قديش بدي أدفع عليها maintenance على السيستم؟ 0.5% من الانيشال كابيتال كوست اللي هي 0.5% من 3 مليون دينار تبعت الانيشال كابيتال كوست. فإذا الانيشال كابيتال كوست الاوبريشن اللي هي 3 مليون وفي عندي الاوبريشن اند مينتيننس هي عباره عن 0.5% من الانيشال كابيتال كوست اللي هي 3 في 10 قوه 6 3 مليون لمدة 25 سنة. قديش تطلع؟ يلا شباب الكل جاهز الكالكوليترز. Operation and maintenance قديش حتطلع؟ شباب أين أنتم؟ هندسة
بتطلع 375 ألف. 0.5 على 100 عم تطلع 375 ألف صح؟ آه. ثلاثمية وخمسة وسبعين ألف دولار صح؟ طيب إذا التوتال كوست تبعت البروجكت قديش؟ اللي هي الانيشيال زائد الاوبريشن اند مينتننس. إذا قديش التوتال كوست؟ قديش التوتال كوست يا شباب؟ ثلاثة في عشرة قوة ستة زائد 375 ألف قديش تطلع؟ 3,375,000 دولار. إذا هيك بنكون طلعنا الترم الأول اللي هو التوتال. ثاني شيء بدنا نطلع التوتال produced energy. شباب بس دقيقة هيني جاي. التوتال برودوسد انرجي كيف بدي احسبها؟ معطيني الكاباسيتي فاكتور، تتذكروا الكاباسيتي فاكتور؟ تتذكروا الكاباسيتي فاكتور؟ الكاباسيتي فاكتور طبعا للثانوي، انت بتحسب للثانوي اللي هي توتال برودوسد انرجي انيولي على الانستولد كاباسيتي. $8,760 طبعا هذا بالسنة. فايش عندي total produced energy annually total total produced energy annually هي 38% اللي هي 0.38 ضرب قديش الانستولد كاباسيتي؟ الانستولد كاباسيتي 3 ميجا وات، وبقول له 3 10 قوة 6 وات ضرب 8760.
8760. يلا شوفوا قد ايش تطلع التوتال برودوسد انرجي هاي بالسنه. طبعا لا تنسى تضربها ب 25 سنه عشان تطلعها على مدار ال 25 سنه. هندسه بيطلع رقم كثير كبير. طيب ماشي اعطيني اياه بالميجا، اقسميه على 10 قوه 6، اعطيني اياه بالميجا. بيطلع مهندسه 200,049. بطلع 249,660 ميجا وات، صح؟ ميجا وات اور. او من البدايه هاي خليها بالميجا، ما تحطهاش 10 قوه 6 زي ما بدكم، يا بتخلوها بالميجا من البدايه حطوا 3 وهاي بتطلع عندك بالميجا وات اور، او بتقسمها على 10 قوه 6 في النهايه. يلا قديش الليفلايزد كوست اوف الكتريسيتي؟ التوتال كوست على التوتال انرجي. التوتال كوست طلعت معنا 3,375,000 على 249,660 ميجا وات اور، فانت هون رح تطلع معك الوحده دولار للميجا وات اور. قديش شباب يلا؟ هندسه بتطلع 13.51 بالضبط، تطلع 13.5 دولار للميجا وات اور. طيب قديش للكيلو وات اور؟ قديش للكيلو وات اور؟ اذا كانت 13.5 دولار للميجا وات اور، نضربها ب 1000. تضربيها ب 1000 ولا بتقسميها على 1000؟ اوكي نضربها على 1000. قديش تطلع للكيلو وات اور؟ بوينت او 13.5 دولار للكيلو وات اور. تمام؟ تمام مهندس. في حد عنده اي سؤال عليها؟ مهندس ممكن ترجع تعيد السؤال على بسرعة؟ اوكي فكرة. عندي ويند فارم الانيشال كابيتال كوست اللي حطيت لها اياه 3,000,000 دولار، الانستولد كاباسيتي تبعتها هي 3 ميجا وات، الكاباسيتي فاكتور لها لازم تراجعوا قانون الكاباسيتي فاكتور اللي اخذتوه في المحاضرات اللي قبل 38%، مده المشروع 25 سنه، بدي اوبريشن ومينتنس كل سنه 0.5% انيولي من الانيشال كابيتال كوست، 0.5% من الانيشال كابيتال كوست. الفلاس كوست اوف الكتريسيتي هي التوتال كوست على المدار ال 25 سنه اللي هي اللايف تايم تبعت البروجكت على التوتال انرجي برودوس برضه على اللايف تايم تبعت البروجكت. طبعا التوتال كوست هي عباره عن الانيشال كابيتال كوست زائد الاوبريشن اند مينتنس على مدار ال 25 سنه. فكانت الانيشال كابيتال كوست 3,000,000 والاوبريشن والمينتنس على مدار ال 25 سنه هي 0.5% من الانيشال كابيتال كوست اللي هي 3,000,000 ضرب 25 سنه طلعت معنا 375,000. إذا التوتال كوست على مدار ال 25 سنة على مدار عمر المشروع هي الانيشال كابيتال كوست والاوبريشن والمينتنس اللي هي 3,375,000. هي طلعنا التوتال كوست. شو ضل أطلع؟ ضل أطلع التوتال برودوسد انرجي. التوتال برودوسد انرجي عندي الكاباسيتي فاكتور، إذا بترجعوا إلى قانون الكاباسيتي فاكتور capacity factor راح يعطيني total produced energy annually على ال installed capacity ضرب 8760 اللي هي عدد ساعات السنة. إذا بتتذكري اللي هي 365 يوم في 24 ساعة total produced energy annually على ال installed capacity. هو معطيني ال capacity factor 38%، فروح أطلع أنا وال installed capacity 3 ميجا، فقلنا التوتال بروديوست انرجي انيولي هي 38% اللي هي 0.38
ضرب الانستولد كاباسيتي اللي هي 3 ميجا ضرب 8760. طبعا هاي لغاية السنة. ليه ضربتها ب 25 سنة؟ عشان اطلع التوتال بروديوسد انرجي على مدار ال 25 سنة. طلعت معي 249,660 ميجا وات اور. طيب صفى بس اني اطبق القانون ليفلايزد كوست اوف الكتريسيتي هي توتال كوست على توتال انرجي. 3,375,000 على التوتال انرجي اللي هي 249,660 ميجا وات اور. فلما تقسمها مع بعض تطلع 13.5 دولار للميجا وات اور. طيب للكيلو وات الاور ارجع تقسمي على 1000 وبتطلع 0.035 دولار للكيلو وات